الدكتور لا يستفيد شيئا مع الأسف الشديد، لأنه هو أداة فقط مع الأسف الشديد، ويقدم هذا الدعم رغما عنه هو لا يستفيد أي شيء في كل المستويات، لكنه يقدم ما يشبه جميلا للأطراف التي كانت تدعمه في السنوات الماضية. وهذه الأطراف التي تتحرج الآن من تقديم الدعم بشكل مباشر لحميتي في السودان لا تجد سوى خليفة حفتر الطرف الجاهل دائما للاستخدام في ليبيا لتقديم هذا الدعم لحميتي في السودان. كان هذا الدعم يسبب لحفتر إحراجا كبيرا جدا، مما أدى أو ساهم في تغيير مسارات هذا الدعم لتكون في شكل آخر على الأقل أقل بالنسبة لحفتر من ما كان عليه في السابق. الأسلحة التي يعني يخشى حتى أن تضرب جويا في تلك الصحراء، الآن هذه الأسلحة التي كانت تخائر وكانت مضادات جوية وكانت صواريخ سام 7، وهي صواريخ أغلبها يعني لم يأتي من الخارج، أغلبها كان موجودا بالفعل في ليبيا وتم تقديمه في بداية الأمر. في بداية الأمر كان هذا الدعم يقدم بشكل شبه مباشر من قواعد في أبرزها قاعدة الخادم في شرق البلاد، ثم بعد ذلك يذهب به إلى مطار الكوفرة وهي بلدة في الحدود مع السودان، بعد ذلك يذهب به عن طريق شاحنة صغيرة بالنسبة للوقود الذي كان يأتي عن طريق مضفات السرير في شرق البلاد، بعد مرور قرابة الشهر من الحرب في السودان. وأصبحت هذه المسارات صعبة جدا خصوصا بعد سيطرة الجيش السوداني على مواقع أبرزها قاعدة شفرليت السودانية في بالقرب من الحدود الليبية. الآن يقدم هذا الدعم من قواعد في ليبيا إلى قواعد في السودان في بانجي في أفريقيا الوسطى، بعد ذلك يتم تسليمه إلى السودان عن طريق بانجي، وهذا ما كان عليه الدعم الآن حاليا، لكن مع أنه قل قليلا لكنه ما يزال مستمر وما يزال يقدم بهذه الطريقة.